رصدنا اليوم 20 أغسطس سير تنفيذ حظر التجول داخل بلدية سرت اليوم، وبالأمس كنا في عدة جولات مع الغرفة الأمنية المشتركة. سرت رافقنا أعضاء الغرفة في تنفيذ قرار حظر التجول والصادر عن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا. ليلة الأمس أيضا كان هناك جولة لجهاز الحرس البلدي ببلدية سرت على بعض المحال التي اخترقت حظر التجول ولم تنفذ تحت تعليمات الغرفة الأمنية هنا بسرت. أيضا كانت هناك جولة لجهاز الحرس البلدي في عدة مرافق داخل المدينة، أبرزها كان عدة صيدليات، وكان هناك بعض المخالفات والتجاوزات التي قام جهاز الحرس البلدي بتنفيذها وحصرها. اليوم خرجنا على تمام الساعة 12:00 رصدنا تنفيذ قرار حظر التجول داخل المدينة. الآن نحن بمفترق وبالقرب من مجمع الأمانات سابقا وما يعرف بقاعة واغادوغو. الآن نحن نرصد عمليات ضبط السيارات المخالفة. نحن الآن في هذا المفترق الذي يعد من هذه النقطة التي تعتبر من أهم النقاط داخل بلدية سرت. هناك جولة الآن يقوم بها آمر الغرفة الأمنية المشتركة في سرت. بالأمس كان هناك جولة لرئيس جهاز البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سرت ومدير مديرية الأمن. أيضا كان هناك عدة دوريات تقوم بها الإدارة العامة للبحث الجنائي في فرع سرت على طول الطريق الشط هنا في سرت. الآن نحن ندخل في ساعات الحظر. هناك ضبط لبعض المركبات وهناك تنبيه لبعض المواطنين. الآن لربما سوف يأخذنا مصور محمد الشيخي في يعني كي يعطي المنظر العام لهذه الاستيقافات التي تقوم بها إدارة الشرطة العسكرية وأعضاء الشرطة العسكرية. نرى الآن تحاور الرجال الشرطة العسكرية مع أحد المواطنين وتنبيهه بخطورة اختراق هذا الحظر. هذا الحظر جاء تلبية لتعليمات رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، التجديد على ساعات الحظر بعد ازدياد حالات الإصابة داخل عدة بلديات. هذه البلديات هي منها بلدية سرت، وصل بالأمس عدد 4 إصابات جديدة داخل البلدية. يعني نرى سلاسة التعامل رجال الجيش مع المواطنين وحثهم على الرجوع إلى منازلهم. نحن الآن بعد نصف ساعة من وقت الحظر، لربما ما يتحدث عنه الآن رجال الجيش وهو سرعة التوجه إلى بيوتهم حتى لا يتعرضون إلى مخالفة وللقانون أو للقانون الذي أصدر عن طريق الغرفة الأمنية المشتركة، وذلك بضبط كل سيارة تخالف حظر السير. الآن نستطيع القول بأن يعني دخلنا فعلا في ساعات الحظر البلدية. الآن انتشار موسع لوحدات الجيش والشرطة والغرفة الأمنية المشتركة.